ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ ಅಲಂಪಲ್ಲಿ ರಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಸಾಹೇಬು ಕದ್ರಿ ಬಾಬು ಫತಾ ದೇನಗೆ ಹೋದ ಕುಟಾಗುಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮಾನಸ ಇಷ್ಟ ಪಹಲೆ ಫತೇ ಗುಲ್ ಕುಟಾಗುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕರೆ ಚಲೋ ಆಚಾ ಸರ್ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما قاموا ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك مفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا بشرا ونذيرا وداعين الله بإذنه وسراجا منيرا بشر المؤمنين بأنهم من الله فضلا كبيرا صلى الله على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا زينة دار الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا تقبل دعانا من الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا مولانا رضي الله عنه وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أي مالك الكائنات حضرت مكة عالم خانت الله عليك صدقے میں ہماری مغفرت فرما يا الله حضرت مكة عالم خانت الله عليك صدقے میں ہمیں دنیا آخرت کامیاب فرما يا الله مكة عالم خانت الله عليك صدقے میں ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما تندرستیاں نصیب فرما يا الله حضرت مكة عالم خانت الله عليك صدقے میں ترقیاں نصیب فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما يا الله حضرت مكة عالم خانت الله عليك صدقے میں جناب اقبال صاحب کی عمر دراز فرما يا الله ان کو صحت و سلامتی عطا فرما يا الله حضرت مكة عالم خانت الله عليك صدقے میں جناب اقبال صاحب کی خدمت کو قبول فرما آئندہ بھی انہیں خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ قوم و ملت کی خدمات کو قبول فرما یا اللہ حضرت مکہ عالم خانت اللہ علیہ کے صدقے میں ان کو قبول فرما یا اللہ آئندہ بھی قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو ہمت عطا فرما جذبہ طاقت عطا فرما یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی نصیب فرما یا اللہ اب تک انہوں نے جو خدمت کیا ہے حضرت مکہ عالم خانت اللہ علیہ کے صدقے میں قبول فرما یا اللہ قوم یا اللہ معین الدین صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ان کے لیے بھی معین الدین صاحب کے لیے خدمت کرنے کے لیے قبول فرما یا اللہ انہیں آئندہ خدمت کرنے کے لیے راستے پیدا فرما یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ قوم و ملت کا کام ہمیشہ ان دونوں کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ساری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما سلامتیاں نصیب فرما تندرستیاں نصیب فرما یا اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما ان کے جسموں میں طاقتیں نصیب فرما ان کے دلوں کو ہمت عطا فرما مالک ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات تاجدار مدینہ خیر الورا نور البشر نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جبریل قبول فرما ربنا اتم لنا نورنا اغفر لنا انك على كل شيء قدير الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اللهم بارك للحاضرين اللهم اغفر للحاضرين صل وسلم بارك على رسولنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته وازواجه وذرياته اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام للمسلمين الحمد لله
حال هذا فعلا الله برنا. अरे नहीं चप्पल पहने ना मैं चप्पल पहनो चप्पल पहनो चप्पल पहन के तौली मिला ये मस्जिद के इमाम साहब है ये इमाम साहब है हां ये मस्जिद के इमाम साहब है हां ये दुआ है।